ومعنا إذن الآن هاتفيا من الرياض أيضا الكاتب الاقتصادي راشد الفوزان. أهلا بك معنا أستاذ راشد. دعنا نقف اليوم عند أبرز وأهم المحطات التي لطالما شهدها صندوق الاستثمارات العامة من تحولات تحديدا منذ عام 2015 وحتى يومنا هذا. أول شيء مساء الخير لكم وجميع المشاهدين. يمكن لو تتبعنا مراحل صندوق الاستثمارات العامة من 2015 وبقيادة سموه العهد من هذاك التاريخ إلى اليوم تقريبا 5 سنوات، نلاحظ أن صندوق الاستثمارات العامة قد تضاعفت قيمة الصندوق إلى مستويات تقريبا من 570 مليار إلى تقريبا 1.2 تريليون ريال، وهذا طبعا ارتفاع تعتبر نسبة كبيرة جدا من صندوق الاستثمارات العامة خلال هذه الفترة الوجيزة، وبالتالي الصندوق يعتبر بهذا الإنجاز حقق أرقام كبيرة من 570 إلى 1.5 تريليون ريال. طبعا الطموح والهدف الوصول إلى 4 تريليون في 2025، وهذه أعتقد أنها ممكنة في التحقيق وواضحة في الهدف باعتبار من مستويات النمو اللي تحققت خلال 5 سنوات أن تعاد أيضا خلال الفترة القادمة، خاصة من توجهات ورؤية الصندوق في تنويع استثماراته سواء داخليا أو خارجيا، حققت مستوى دخل عالي جدا يعني، وبالتالي ساهم في مستوى ضخ عالي في إيرادات الدولة، واللي أكدها سمو ولي العهد في حديثه على أنها تصل سنويا إلى 150 مليار سنويا وتتزايد حتى 2025. طبعا هذه الاستثمارات الداخلية من خلال أذرع صندوق الاستثمارات العامة سواء من خلال الشركات أو من خلال الشركات التي تملكها أو التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة، هي أدت إلى توظيف أكثر من 330 ألف وظيفة في توليد وظائف جديدة واستهداف إلى أكثر من 1,800,000 وظيفة. طبعا الهدف والمتغيرات اللي أحدثها الصندوق إلى المرحلة الحالية ومتغيرات العالم والأزمة وجائحة كورونا فتحت مجالات واستثمارات واسعة في قطاعات مختلفة، خاصة مع بروز الآن الذكاء الاصطناعي وغيره، وبالتالي توجه الصندوق في مسألة توسيع استثماراته وتنويعها، خاصة أن الصندوق يركز على إقامة الشركات، على بناء القوة الاستثمارية، على تحقيق الاستدامة، وعلى أيضا أن يكون الصندوق أحد المحركات الأساسية والمهمة للمرحلة القادمة في ضخ استثمارات الاقتصاد المحلي، خاصة أنه كانت المملكة تعتمد بمستويات عالية تصل إلى 90% سابقا على النفط، الآن تتغير قواعد الاستثمار وقواعد الإيرادات مع وجود الصندوق بقيادة سمو ولي العهد، وبالتالي أصبح الصندوق الآن هو مصدر يعني نقدر نقول مستقبلا إلى مصدر أمان واستقرار في توفير إيرادات للدولة وأيضا مستدامة، وهذا هو المهم، وبنفس الوقت هي تحقق نمو سنوي، وبالتالي أصبح الآن المملكة لديها مرونة عالية في مسألة الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط، وهذا يعتبر شيء أساسي ومستهدف في المرحلة القادمة. نعم، الكاتب الاقتصادي راشد الفوزان كنت معنا من الرياض، شكرا لك.